تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حضر معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة حفل التخريج السنوي 14 الذي نظمته الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية، حيث تم تخريج 155 طبيبا و120 خريجا من برامج البكالوريوس والماجستير في التمريض. وهنأ البروفيسور لورا فياني رئيسة الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا الخريجين على إنجازاتهم وتفانيهم في العمل والتغلب على التحديات، منوهة بالعلاقة القائمة بين الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا ومملكة البحرين. من جهة أخرى هنأ البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية الخريجين وعبر عن امتنانه لأصدقائهم وأفراد عائلتهم الحاضرين على دعمهم لهم ومساندتهم في تحقيق هذه الإنجازات، وجرى خلال الحفل تكريم الطلبة المتفوقين. كما حضرت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة حفل تخرج كلية التمريض والقبالة وكلية الدراسات العليا والبحوث. الحقيقة أنا سعيد اليوم بالمشاركة في الاحتفال بتخريج الدفعة 14 من جامعة الار سي اس اي. الحقيقة أن جامعة الار سي اي الطبية تساهم في البحرين من تخريج الأطباء، والحقيقة يعني مستوى الطلبة اللي يتخرجون فيه مستوى عالي جدا من التدريب والمهارات، واحنا الحقيقة سعيدين بتخريج هذه الدفعة. في الدفعة حوالي 150 طبيب من بحرين وغير بحرينيين، وأتمنى لهم إن شاء الله يعني التوفيق وأن يكونوا يخدمون الشعب البحرين ويقدمون أقصى ما عندهم من مهارات وعطف وعناية بالمرضى، وأتمنى لهم إن شاء الله يعني التوفيق في كل ما يعملون. وأشكر جامعة الحقيقة على تخريج هذه الدفعة والدفعات السابقة.